نسبة الطلاق في المغرب. اولا جيت سعيد للمشاركه ديالي في المهرجان الدولي لمدينه الناظور للسينما والذاكره المشتركه، واعتز وافتخر بهذه المشاركه لان اعتقد في خضم ما تقوم به يعني هاد المهرجانات المغربيه في غياب القاعات السينمائيه، اعتقد على ان هذه البادره هي جد حميده في إطار أنه الجمهور مدينة الناظور يقدر أنه يعرف آخر مستجدات في عالم السينما المغربية ويطلع على الأعمال الجديدة. فكيف شتي كان إقبال جماهيري كبير على الفيلم، وهذا الشأن يعني كان شفناه في جميع القاعات السينمائية المغربية، وهذا كيدل على أن الجمهور الناظوري متعطش للأفلام السينمائية. إذن حرام أنها ما تكونش قاعة سينمائية لهذا الجمهور المتعطش، لهذا الشباب اللي يعني كيحاولوا ما أمكن أنهم يشوفوا هذه السينما اللي هي تخدم قضية وفي نفس الوقت توفر فرجة سينمائية راقية. فكيف كتشوف الفيلم كيعالج ظاهرة من الظواهر الاجتماعية اللي الآن أصبحنا مع الأسف في المغرب كنقاسيو منها وكيعانيو منها واحد المجموعة ديال الأسر، اللي هي مسألة الطلاق. فكتعرف بأن الآن كيف كتقول الإحصائيات هناك أكثر من 100,000 حالة طلاق في المغرب، في الدار البيضاء فقط فيها ما يزيد على 30,000 حالة. إذا كان خصنا في نفس الوقت نفتحوا واحد النقاش فعال ونحاولوا ما يمكن أننا نقدموا واحد الفرجة سينمائية. إذا كان صعب الاشتغال على هذا التيمة، وكانت هناك يعني عدة شرائح مجتمعية كيف شتي في الفيلم تفاعل معها الجمهور، وهذا التفاعل هو يعني من 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 المكونات ديال نجاح الفيلم. كي تعرف الآن احنا في الأسبوع الثالث من نجاح الفيلم في القاعة السينمائية المغربية الوطنية، احنا فرحانين لأنه الرسالة اللي كنا بغينا نوصلوا في إطار فتح نقاش فعال حول الظاهرة وحول مدونة الأسرة. كيف كتعرف سيدنا الله ينصرو فتح واحد الورشة كبيرة، طلب من الحكومة أنها تشتغل على المدونة. فاحنا جد سعداء لأننا كنحسوا براسنا نشتغل في وقت واحد مع متطلبات المجتمع وما يحتاجه إلى يعني الرقي بالمرأة في المجتمع المغربي. أنا أقول دائما أنه عندما تكون للمرأة وضعية مريحة في مجتمع فهذا يعني أن المجتمع في راحة تامة وفي تطور مستمر. احنا الان ان شاء الله بحول الله في اطار يعني استعداد فيلم جديد غيكون من انتاج قناه فرنسيه تي في 5 موند مع المنظمه الدوليه الفرنكوفونيه. احنا في معاينه التصوير، ربما ستكون مدينه الناظور احد الديكورات، اتمنى ذلك. ف اطلب من احنا الان مع يعني المنظمين للمهرجان نقوم بمعاينات اماكن متعدده. مدينه جميله جدا، اصبح الاشتغال عليها مزيان، اصبحت يعني مدينه يعني مقابلة مع مدينة إسبانيا لكنها أحسن منها بكثير. فأتمنى أن هذه الجمالية لا تضيع هكذا وأن تستغل في الجانب السينمائي في جانب الصورة وحتى على المستوى الثقافي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.